عشان انا اللي هدفع المره دي نعمل لنا تخطيط. لا لو ازيد من المره اللي فاتت هنتنصص يا جماعه. على فكره احنا بندفع فلوس الحاجه اللي بناخدها. اي حاجه بناخدها لازم ندفعها عشان في واحد ظريف قال لك احنا بنعمل الحاجات دي فور يعني ما علينا يعني. بس احنا اي حاجه بنعملها بندفع فلوس. شفتوا اه. وبعدين براء برضو مش عايزين نقتل طفولته بالمشروبات اللي احنا عملناها دي. كفايه على براء المره اللي فاتت. ايه رايك في لحد دلوقتي في السلسله؟ والله انا مستمتع لحد دلوقتي. انا كمان مستمتع يعني. انت عارف ايه اكتر حاجه مستمتع بيها؟ اول حاجه ان احنا بننزل يوم الجمعه الصبح فتحس ان البلد فاضيه. تمام. تاني حاجه الكافيهات اللي بنجيها وانك لسه بتعرف ان في اماكن بتقدم فعلا قهوه حلوه وقعده حلوه وفايبس كامله. فاكر لما كنا بنعمل سلسله عن القهوه التركي وقلت لك القهوه مش كلها حبايه؟ صح. في حاجات كتير قوي حواليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحلقه الرابعه الخامسه الرابعه من سلسله تحدي المشروبات مع مصطفى نبيذ العرب. تروح فين؟ السلام عليكم. ايه يا عم انت؟ ايه يا عم انت؟ طيب احنا النهارده في هيفن في الزمالك. الكافيه هنا من الكافيهات اللي كنت حاططها في الليسته ان احنا نعملها ريفيو، فان شاء الله انتظروه قريبا ان انا هاجي كده واقعد، لانه المكان ما شاء الله جميل جدا. اندور او الدور مش عايز احرق الريفيو اللي هعمله، ولكن احنا النهارده في هيفن عشان القهوه بتاعتهم مميزه جدا وهتفيدنا في التحدي بتاعنا النهارده، وخصوصا ان التحدي النهارده اصعب من المره اللي فاتت. ليه؟ لان احنا اشترطنا ان احنا نستخدم حاجات من العطار. انا عارف الموضوع صعب جدا، ولكن هو تشالنج بالنسبه لي وبالنسبه لمصطفى ان انا هجيب حاجات من العطار وهحطها على انجريدينز عندي ونروح للكافيه نطلب الاسبريسو ونمشي بنفس السكه اللي احنا عارفينها. فيا ترى انا استخدمت ايه؟ مصطفى استخدم ايه؟ يا ترى مين هيكسب؟ الدنيا هتمشي ازاي؟ مين في الحكام اللي هيجي له تلبك معوي النهارده؟ هنعرف مع بعض. فيلا بينا. جاهز يا باشا؟ انت جاهز؟ انا جاهز من الحلقه اللي فاتت. جاهز. انا شايف لي حسنا فطاطري يعني. عايزين نعمل واحده بالفطير. سيبك انت. ايه رايك في هيفن؟ هيفن ولا هافن؟ هيفن. المكان جميل بصراحه، انا مبسوط قوي بيه. امير معانا، اخو اسلام فؤاد، ومعانا برضو بقيه التيم واقف ورا الكاميرا. جبت حاجه العطار؟ حاجه العطار في القنينه دي كلها. طيب اوكي. وانا نفس القصه في هذه القنينه. امير انا محتاج دبل شوت. اوكي امير، انا محتاج منك المره دي حاجه مختلفه. انا مش هاخد منك القهوه واحطها، انا حاطط كل حاجاتي هنا على اللبن. انا هصفي بس اللبن بالفرنش بريس دي وهديك اللبن اللي فيها. اعمل لنا كلنا بقى يعني. ايه اتصرف؟ هتعمل لنا ايه؟ كورتادو، بيكلو، اي حاجه. بيكلو عشان يكفينا يعني كلنا. احنا كل الكوفي عندنا اول حاجه هي سبيشالتي. تمام. مش مرش خالص. عندنا نوع واحد سنجل اورجن كولومبيا من نارينو. اوكي. عندنا تو ديفرنت تايب اوف روست، عندنا اللايت روست وعندنا ميديوم روست من نفس نوع الاورجن. اللايت مخلينه للكوفي بلاك زي الاسبريسو زي الامريكانو، وفي عندنا الميديوم روست ده مخلينه لكل الكوفي الميلك بيز زي الكورتادو، بيكلو، فلات وايت، كابتشينو. انا بس عايز اعمل حاجه انا احتاج منك ده. انا بس عايز اسلم عليك لسبب، عشان انا والله العظيم ثلاثه بتعب على ما بلاقي باريستا فاهم. فبجد انا شكرا شكرا والله شكرا. اكيد اكيد لو قلت له فلات وايت هيعرف الفرق ما بينه وما بين كوتشي. يا باشا احنا ما بنروحش اي حته. الحمد لله. اي خدمه. تعالوا هنا والله يا جماعه هتنبسطوا قوي. جاهز؟ انا كده محتاج زي ما قلت لك دبل شوت من الميلك بيس. اوه على الريحه. شموا شموا. لا 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 ممنوع. يلا طيب. ما نغيرش كده. احنا هنعمل ايه؟ انا قبل ما هو يصفي ويعمل يطبخ انا محتاج الدبل شوت بتاعي. تيجي نلعب لعبه معاهم؟ تعال. تتوقعوا احنا عاملين ايه؟ اكتبوا لنا في التعليقات تحت. خلي بالك انا لعبت ببساطه برضو المره دي. ما هو هي ما ينفعش غير ببساطه يا جماعه. انا دخلت عند العطار تهت. انا جات لي فكره مجنونه جدا. حاطط لكم حجر جهنم جوه. بعد ما احترت جات لي فكره مجنونه جدا. ايه هي؟ ما تيجوا نشوف. انت هتتغلب النهارده. هتتغلب ماشي. الاهم بكتير من القهوه هو اللي بيقدم القهوه، لان هو اللي بيكون رو القصه دي لكل الناس. الله. رو ثقافه، رو okay. رو شغف. صح. ممكن دبل شوت كمان؟ ما اصل حرام اخسر على دبل شوت. لا هجيب دبل شوت واكسب. الله دوق معايا. الله الله. انت تعرف ان انا ممكن نحط في مره من المرات ان احنا مش بس نخلي الريستريكشنز جوه المكان اللي بنشتري منه، يبقى كمان جوه الكافيه اللي واقفين فيه. أيوة. يعني ممنوع تاخد اكتر من دبل شوت. ممنوع تاخد تلج، ممنوع تاخد لبن. عايزين منكم ممنوع تاخد قهوه. ممنوع تاخد. عايزين اقتراحات دي يعني. اعملوا لنا برضو تشالنجات كده لو انتوا عندكم، بس تشالنج عقلاني ينفع يتعمل يعني. لو فعلا تشالنج كان كويس هنبدا نعمله. والهدف زي ما انتوا عارفين ان احنا نحاول نوصل لمشروب ينفع اي حد يعمله بتست جديد. الله
القهوه جامده قوي، اللبن جامد قوي. اتفضلوا انجوي تايم. انجوي يا فندم. في واحد راح الحمام. انجوي يا فندم. انجوي يا فندم. اعمل ايه؟ انجوي حضرتك بس ما بتعملش كده. في حاجه اسمها انستا باي، في حاجه اسمها بوج. انتوا بتشربوا لسه عند الباشمهندس؟ ها اشرب ميه عشان تنسى اللي هو عمله فيك. جيب كوبايه دواء. ده تحفه انفع جد. طيب يا ربنا يستر. ايه اللي ده تحفه؟ لو كانوا دقوا المشروب بتاعي الاول ما كانوش حسوا بطعم مشروبك انت خالص. ما تقعدش تتلكك. هتبدا بالمشروب بتاعي. مبدئيا الاثنين طعمهم حلو. لا 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 الاثنين حلو قوي. دي لوحدها حلوه ان احنا وصلنا لحاجه تشرب كويسه. ده جامد برده. طبعا ده انا ايه قال لك جامد برده بحماس اكتر. أيوة. كده خوفني. ايوه وعمل كده وعمل لي كده. عمل لي كده. يا ابو حميد المره دي فيها شوكولاته. ده انا عملت لك المره اللي فاتت مشروب الطاقه والحيويه ومعجبكش. المرتين اللي فاتوا كانوا قريبين قوي من بعض. المره دي فعلا مختلفين. في تشالنج. في تشالنج. تمام. ايوه قول مين فيهم عجبك. بس بالظبط هي دي الفكره. ولا ممكن تختلفوا على فكره. اختلفوا لو عايزين. ما انتوا مش بتختلفوا. انت لو انت دلوقتي الاثنين ورايح كافيه هتشرب مين فيهم؟ لو معكش غير انك تجيب واحد بس هتجيب مين فيهم؟ ده القرار. دي اول حلقه يحصل فيها في بيت. الحلقات اللي فاتت كان على طول ده وده. اللي بيحصل ده معناه ان احنا بننجح. مين احلى بقى، مصطفى اللي هو بتاعي ولا بتاع قناه نبيذ العرب مع القهوجي اللي هو بتاعي برضو؟ احمد مشروبي ولا مشروب مصطفى؟ انا مبدئيا كده الشمال. لا انا واحد مشروبي. الراجل ده هعزمه على الفطار. هو انت عشان جاي هو جاي انت جاي معاه. لا فمروح معاه. على فكره انا ممكن اروحك. انا رايح التجمع. انا مش رايح التجمع. مين احسن بدون اي تحيز على طول قول ده عجبني. اللي هو بتاع مستر مصطفى في افتر تيست بالنسبه لي ما كانش احسن حاجه. فالمشروب الثاني كده 2-0. هما الاثنين ديفرنت شويه، مختلفين شويه. بس لو حد ما بيحبش الحاجه السويت شويه ممكن ياخد ده، وده هيكسب. ده اللي هو انا. انا ايوه. ماشي السويت فياخد ده، فده كسبان. ايوه طبعا كسبان. الله اكبر عليك. انت بالنسبه لك كسب بتاع مصطفى. ها ده كويس مصطفى. يبقى كده 2-1. امير يا اما يخلي الكفه ناحيتي يا اما هندخل حكم خامس. بص بصراحه انا مش عارف اقول ده وده اللي كسب الاول، فلازم اقول حاجه. مشروبك كان جميل جدا. تمام. في ابتكار حلو قوي. طالما بدا بيا يبقى هيبقى كسب مصطفى. اوكي انا اكسبتد. يعني مصطفى اللي كسب. قول بصراحه انا اختار ايه وقال ايه. هو الكاميرا معكوسه فجابتك انت. ده انا صح؟ ايه ده انا ولا مصطفى؟ بتاع مين؟ مين؟ ايوه انا ايوه انا ثانية واحدة. لا في حكم خامس. ثانية واحدة محتاجين حكم خامس يا جماعة. هجيب له منين حاجة؟ لا يشرب بالكوباية. حد خلص حاجة لسه عندك؟ لا لسه شوية. هات كوبايتك لسه. احنا كده تعادلنا معاك. الاثنين دول دوق وقول لي. بما انك شيف فالموضوع عندك هيبقى مختلف شوية كتست. قول لنا مين اللي عجبك بدون اي كلام. مالكش علاقه بقهوه او مش قهوه. مين عجبك لو انت داخل تشرب حاجه واشرب ما بينهم ميه. بما يرضي الله. بما يرضي الله. بما يرضي الله. بما يرضي الله. هيقول انت على فكره. الله اكبر. بنوب. هي فعلا دي ايوه وحش. تستها جامد جدا اكيد. بما يرضي الله. بما يرضي الله. بس الثانيه ايه؟ يس. بس الثانيه احلى. الثانيه حلوه بس يعني دي اشد. اوه بما يرضي الله. يس. التحدي اصعب. التحدي كده صعب جدا. انا فعليا كنت مرعوب يا جماعه والله. يعني انتوا شفتوا احنا عاملين ايه. شكرا يا مصطفى. انا اكيد والله انا متاكد ان انت بذلت مجهود المره دي، بس حاول تبذل مجهود اكتر بعد كده. وبكده نكون خلصنا الحلقه بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم. منتظرين اقتراحاتكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم وتحدي قادم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.